مساء الخير على كل المشاهدين في مصر والوطن العربي. حلقة جديدة من عربود بيكون فيها طبعا أهم وآخر الأخبار الفنية من مصر وكمان من العالم كله. ده أنا إزيك؟ إيه هي الأخبار؟ الحمد لله. طبعا ما تنسوش تتواصلوا معانا على كل مواقع عربود على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام. نبتدي حلقتنا بالهايلايتس. الوسط الفني يودع المخرج الكبير محمد خان. الديفا سميرة سعيد تهني أحلام بنجاح أحدث أغانيها على تويتر. نجوم الفن في حفل السوبر ستار راغب علامة في مصر. وطارق صبري بيتجه للسينما بعد نجاحه في الدراما التلفزيونية. خلال الأسبوع اللي جاي هيكون معانا مجموعة كبيرة من الأفلام العربية الجديدة والقديمة، هتقدروا أنكم تشوفوها من خلال شاشة قنوات روتانا سينما. فيلم واحد صحيح من الأفلام اللي ممكن تشوفوها على شاشة روتانا سينما واللي هيتم عرضه يوم السبت اللي جاي الساعة 9 بتوقيت السعودية. فيلم واحد صحيح بيقوم ببطولته هاني سلامة، وبيشاركوا البطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم بسمة وكندا علوش وعمر يوسف وياسمين رئيس، والفيلم من تأليف تامر حبيب ومن إخراج هادي البجوري. ولكل محب النجم محمد سعد هيكون ليكم معاد مع فيلم تفتح يوم السبت الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، والفيلم بيشارك في بطولته مي عز الدين وماجد الكدواني ومن إخراج سامح عبد العزيز. ضربت خلاص مين دلوقتي يا فهد؟ المنطقه دي ضرب هاني ابن اختي. هو المعلم حصل وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ ده ايه ده؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما ردتش عليا يعني؟ بقول لك ده ايه؟ قرب قرب. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ومن الافلام اللي هيتم عرضها خلال الاسبوع اللي جاي وبالتحديد يوم الاحد، فيلم بلطية العايمة، واللي هتقدروا انكم تتابعوه الساعة 5:30 توقيت السعودية على شاشة روتانا سينما. فيلم بلطية العايمة من اخراج علي رجب وبيقوم ببطولته عبلة كامل ومي كساب والفنان الراحل سامي العدل، وبيشاركهم عدد كبير من النجوم. وفي سهرة يوم الاحد هيتم عرض فيلم عمليات خاصة الساعة 11:30 توقيت السعودية، والفيلم بيقوم ببطولته خالد سليم وتامر هاجرس ونيكول سابا، اما الاخراج لعثمان ابو لبن. مع بعض نكسر الدنيا لو يوم شفناها بعين تانية، بس انت دوس وروح، ده الجون بيجي في ثانية. هي فرصة تلاقي نفسك تبقى مجنون لو تسيبها، عارف لو عملت إرث مستحيل تعرف تجيبها. ولكل محبي أفلام الإثارة يقدروا أنهم يتابعوا فيلم عيون الصقر اللي هيتم عرضه يوم الاثنين على شاشة روتانا سينما الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية. فيلم عيون الصقر من إخراج إبراهيم الموجي، وهو من بطولة نور الشريف ورغدة، وتم إنتاجه سنة 1992، وبتدور أحداثه عن أحد جنود حرس الحدود اللي بيساعد في إيقاع عصابة لتهريب المخدرات عبر الحدود بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات. أما جمهور النجم أحمد حلمي فهيكون ليكم معاد مع فيلم جعلتني مجرما في سهرة يوم الاثنين الساعة 11:30 بتوقيت السعودية على روتانا سينما. فيلم جعلتني مجرما من إخراج عمرو عرفة، وبيشارك أحمد حلمي في بطولة الفيلم غادة عادل وحسن حسني ورهام عبد الغفور. أنا اتخطفت يا بابا. بابا اوعى تبلغ البوليس، ده ماسك مسدس. التليفون اشتغل. جعلتني مجرما. رشدي؟ ايوه. أبادة؟ فعلا. احنا فكرنا انك تخطف. ده انتوا اللي خطفيني. ملك في عمليه، لو عملتها ممكن امشي تاني. ويوم الثلاث تقدروا تتابعوا مجموعه من الافلام المميزه، ومنها فيلم الاوله في الغرام اللي هيتعرض الساعه 5:30 بتوقيت السعوديه. الفيلم بيقوم ببطولته هاني سلامه ومنى شلبي ودره، ومن تاليف وحيد حامد ومن اخراج محمد علي. ومن الافلام كمان اللي هيتم عرضها يوم الثلاث على شاشه روتانا سينما الفيلم الكوميدي عريس من جهه امنيه للزعيم عادل امام، واللي هيتم عرضه الساعه 11:30 توقيت السعوديه. بيشارك في بطولة الفيلم لبلبة وشريف منير وحلا شيح. يوم الأربعاء هيكون لينا معاد مع النجم أحمد زكي وفيلم البيضة والحجر، واللي هيتم عرضه على شاشة روتانا سينما الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية. فيلم البيضة والحجر بيناقش قضية الدجل والشعوذة لكن بشكل ساخر، وبيشارك في بطولة الفيلم علي زايد وممدوح وافي وعبدالله مشرف،
وهو من تأليف محمود أبو زيد ومن إخراج علي عبد الخالق. والكل عشاء الأفلام الرومانسية هتكونوا على معاد مع الفيلم الرومانسي حبيبي دائما، هيكون يوم الخميس الساعة 3 العصر، والفيلم من بطولة نور الشريف وبوسي وقام بإخراجه حسين كمال. أما سهرة يوم الخميس فهتكون مع الفيلم الكوميدي مراتي وزوجاتي اللي هيتم عرضه الساعة 11:30 مساء، بيقوم ببطولة الفيلم رامز جلال وشارع عادل وحسن حسني، والفيلم من إخراج معتز التوني. زوجتك واحدة مش المفروض تخلف غير بعد جوازها بثلاث سنين. ايه عليك يا صوت ولا ايه؟ انا دي ولا مصور الصرف صحي؟ حمبا حمبا ده هناك يا تافه مجيدة، فهي حرم الاستاذ حسام مجبوري. حرم مين؟ انه راجل بيتنجل من الجو. النوم اسود اللي غوصت بنتي. ومن الافلام اللي تقدروا انكم تتابعوها من خلال شاشه روتانا السينما يوم الجمعه هو فيلم اذاعه حب، واللي هيتم عرضه الساعه 9 مساء بتوقيت السعوديه، والفيلم بيقوم ببطولته منى شلبي وشريف سلامه ويسرى اللوزي ومن اخراج احمد سمير فرج. وسهرة يوم الجمعة هتكون مع فيلم حسن ومرقص اللي هيتعرض الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، وبيقوم ببطولته الزعيم عادل إمام والنجم الراحل عمر الشريف، والفيلم من إخراج رامي إمام. الناس اللي ضدك دول مش سهلين، ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي أنت قلته ده. إيه هيعملوا إيه يعني؟ هيقتلوني؟ كنا عاوزين نتكلم معاك كلمتين يا شيخ محمود. إخواننا أنا قلت اللي عندي. الحقيقة انهم بيكرهونا. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم. الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا آن، ما تولعش الدنيا. اذا كنت انا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي فماله حرام ورزقه ايضا حرام. لو عايزين تعرفوا ايه السبب اللي ساب عشان وساث راجن المدرسة استنونا. قدمنا على مدار الأسبوع اللي فات عدد كبير من الأخبار والأحداث الفنية العربية وكمان العالمية، وكان من الأخبار دي خبر وفاة المخرج الكبير محمد خان اللي كان بيعشق الوقوف ورا الكاميرا وقدم مجموعة من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، كان أولها فيلم ضربة شمس وأخرها فيلم قبل زحمة الصيف. وفي نفس الوقت وقف محمد خان قدام الكاميرا كممثل مش كمخرج، وشارك المخرج محمد خان كممثل في فيلم بيبو وبشير بطولة منى شلبي وآسر ياسين وإخراج مريم أبو عوف، وقدم دور والد منى شلبي. وشارك كمان المخرج محمد خان في فيلم واحدة بواحدة مع الزعيم عادل إمام وميرفت أمين، والفيلم كان من إخراج نادر جلال، وظهر محمد خان في دور صغير جدا وهو دور مخرج لإعلان الفنكوش جوه أحداث الفيلم. وفي بعض الأوقات كان بيظهر محمد خان في الأفلام كنوع من المجاملة، زي مثلا ظهوره في فيلم العوامة 70 مع الفنان أحمد زكي وصديقه المخرج خيري بشارة. وظهر كمان خان كمجاملة للمخرجة كاملة أبو ذكري فيلم ملك وكتابة، واللي قام ببطولته محمود حميدة وهند صبري. أما في الدراما التلفزيونية فشارك المخرج محمد خان في مسلسل تلفزيوني وحيد، وهو مسلسل إمبراطورية مين واللي قامت ببطولته هند صبري ومحمد شاهين وسلوى خطاب وأخرجته مريم أبو عوف. بارك الله فيك. اسمع يا سوسو، النظام في البلد دي نظام جديد، ملوش دعوة بالنظام اللي قبل كده، ملوش دعوة بالنظام اللي انت جيتي منه. النظام المرة دي بيقول ايه؟ تسمعي الكلام دون مجادلة او معارضة. واتكلمنا كمان عن السينما السعودية، واللي برغم قلة انتاجها الا انها اثبتت نجاحها بشكل كبير في الفترة الاخيرة، وده من خلال عدد من الافلام اللي نجحت ولفتت الانتباه، واللي منها فيلم بركة يقابل بركة. شارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي وفاز بجائزة لجنة التحكيم في قسم فورم، وهو للمخرج محمود صباغ ضمن قسم عروض خاصة بالدورة 41 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. فيلم بركة يقابل بركة من بطولة هشام فقيه وفاطمة البنوي وسامي حنفي، وبتدور أحداثه عن قصة حب ما بين ولد وبنت، الولد موظف في بلدية جدة والبنت صاحبة مدونة على الإنترنت. بركة غير عادي. وهذا تاخد صورتها تحطها في غرفة النوم، هذه مو من توبنا يا ولدي. توبنا يعني اللي من قماش ستارة الكعبة مثلا؟ ما تبرد لي؟ إلا أكيد. في واحد يبي يجي يتعرف علي. إيش اسمه من هو؟ اسمه بركة. جبت لك هدية صغيرة، تفضلي. روح روح أنت، الجو شوية ما يطمن. بركة
ده يمكن احلى شيء صار معايا. ومن الافلام السعوديه كمان اللي قدرت انها تحقق نجاح خلال الفتره اللي فاتت فيلم واجده للمخرجه هيفاء المنصور واللي حصل على 3 جوائز عالميه. شو رايك في الفستان؟ تهجين بيعجب ابوك؟ انت جيبي الورقه دوا. عارفين الاثنين انه ما راح يصير. ما عندكم سالفه غير العرس. ايش عندك واقفه عنده؟ اشترت عائله ابوك المبجله. تحبينه؟ ابوك؟ ابوك كان اول رجل في حياتي وان شاء الله الاخير. والجوائز دي كانت خلال مهرجان البندقية السينمائي 69، وفي الدورة 9 لمهرجان دبي السينمائي الدولي حصلت هيفاء المنصورة على جائزة المهر الذهبي لأفضل فيلم روائي عربي. وكمان من الأخبار اللي اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فاتت كانت أخبار عن النجوم العالميين واللي منهم حاصلين على الأوسكار، بس برغم كده ما درسوش تمثيل واكتفوا بالهواية والموهبة بس. النجم ليناردو دي كابريو ساب المدرسة الثانوية بعد 3 سنين علشان يركز في التمثيل، ومع كده بقى من أهم نجوم هوليوود وكمان فاز بالأوسكار. My expectations for coming to this business weren't really anything. I thought, okay, maybe I'll get a commercial or two or get a TV show or hopefully a movie and it'll pay for you know my college tuition. أما النجم جوني ديب بعد طلاق والديه ساب المدرسة وكان بيحلم إنه يكون نجم من نجوم موسيقى الرول، فسافر مع فرقته لمدينة لوس أنجلوس وتعرف هناك على الممثل نيكولاس كيج اللي نصحه بالتمثيل. I have no allergy to commercial success. I mean if a film that I like is accepted by the masses, you know, and makes money, I think that's great. But I just That's not what I'm shooting for. I don't read a script thinking, well, this could make some money and this could make me a big star. أما النجم راين جوسلينج فبدأ التمثيل من سن 12 سنة في برنامج التلفزيوني ميكي ماوس كلوب، ولما وصل لسن 17 سنة ساب المدرسة وركز في التمثيل. Wait a second, who's supposed to prepare? كمان النجم سيث روجن ساب المدرسة في سن 16، وكانت فترة صعبة في حياته لأن والده خسر شغله وحصل مشاكل في شغل والدته فساب المدرسة، لكنه بعدها بفترة قدر يحصل على دور في المسلسل التلفزيوني فيكس أند جيكس وأصبح هو اللي بيصرف على الأسرة. And when you hear a story like that, you think that needs to be in a movie. إزاي شكرت سميرة سعيد جمهورها بعد تحقيق كليب ما حصلش حاجة أكتر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب؟ لو عايزين تعرفوا استنونا. الديفا سميرة سعيد بتقدم دايما كل جديد ومختلف في الأغاني اللي بتختارها، وكمان على السوشيال ميديا سميرة سعيد دايما بتكون مميزة ومختلفة وبتقدم كل جديد لجمهورها اللي بيكون مستني يعرف كل أخبارها. الصفحة الرسمية لسميرة سعيد على الفيسبوك موجود عليها أكتر من 5 مليون فولورز من جمهور الديفا من كل أنحاء الوطن العربي. ودايما الصفحة الرسمية لسميرة سعيد على فيسبوك بتنشر آخر وأهم الأخبار واللقاءات اللي بتعملها سميرة سعيد، وكمان فيديوهات حصرية زي فيديوهات تدريبات الرقص اللي قامت بيها سميرة سعيد لفيديو كليب أغنية ما حصلش حاجة. أسلوب كلامي طبيعي حير شوية، أنا قاسية ولا ده كله من كتر القاسية. ومن الفيديوهات كمان اللي نشرتها الصفحة الأيام اللي فاتت مشهد للفنانة ياسمين عبد العزيز من فيلمها الجديد أبو شنب، واللي كانت فيه بتغني جزء من أغنية هوا هوا للديفا سميرة سعيد. والصفحة كمان بتنشر أغاني من الحفلات اللي بتعملها سميرة سعيد، زي مثلا الفيديو اللي نشرته لأغنية هوا هوا واللي غنتها الديفا على مسرح كارتاج، والفيديو اتفاعل معاه كل جمهور سميرة سعيد بشكل كبير جدا. كمان بتهتم الصفحة إنها تنشر آخر الأخبار واللقاءات سواء التلفزيونية أو الصحفية اللي بتعملها الديفا سميرة سعيد، وبعد نزول الكليب الأخير ما حصلش حاجة نشرت الصفحة حوار صحفي عملته سميرة سعيد وقالت فيه: بعد نجاح عايزة أعيش أطرح ألبوم مغربي خليجي في شتاء 2017. على انستجرام سميرة سعيد بتشارك دايما الفانز بأحدث صور وفيديوهات ليها، وبتستنى كمان تعرف رأيهم، وكمان بترد على كل الكومنتس اللي بيعملها لها الفانز على صورها دايما.
ومن أيام نشرت سميرة سعيد صورة ليها من حفلتها في قرطاج وكتبت على الصورة جزء من أغنية ألجاني بعد يومين، واللي غنتها خلال الحفلة وتفاعل معها الجمهور جدا وغنوا معاها كمان. كمان نشرت سميرة سعيد فيديو للفنانة أصالة وهي بتغني جزء من أغنية ما حصلش حاجة، وعلقت على الفيديو وقالت أصالة الغالية تغني وترقص على أغنية ما حصلش حاجة، والفيديو طبعا عجب كل الفانز وأخذ أكتر من 28,000 لايك. ولأن أصالة وسميرة سعيد بتجمعهم علاقة صداقة كبيرة، نشرت كمان سميرة سعيد صورة مع أصالة وكتبت تعليق قالت فيه رائعة أنت وسيدة بيت من الطراز الأول، شكرا على ضيافتك وعلى دفء مشاعرك. كمان من فترة نشرت سميرة سعيد فيديو البنت المطربة شيرين عبد الوهاب هنا، واللي كانت بتغني فيه جزء من أغنية هوا هوا، وعلقت على الفيديو وقالت حبيبة قلبي هنا بنت الغالية شيرين عبد الوهاب تغني هوا هوا، والفيديو طبعا عجب كل الفانز وخد أكتر من 31,000 لايك. هوا 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 ملا قلبي وملا عيني. ولما وصل عدد مشاهدات كليب ما حصلش حاجة على اليوتيوب لاتنين مليون مشاهدة، نشرت سميرة سعيد صورة على الانستجرام بتشكر فيها كل جمهورها، وقالت أكتر من 2 مليون مشاهدة على كليب ما حصلش حاجة خلال أسبوعين، شكرا لكم. وطبعا بعد نزول كليب ما حصلش حاجة نشرت سميرة سعيد جزء منه على حسابها الرسمي على انستجرام، والفيديو اتفاعل معاه الجمهور وباركولها كمان على نجاح الكليب، والفيديو خد أكتر من 19,000 لايك. وعلى تويتر سميرة سعيد دايما نشيطة جدا وبتتفاعل بشكل كبير جدا مع كل جمهورها، وكمان بتبعت رسائل لأصحابها من الفنانين والفنانات. ومن الرسائل اللي بعتتها الديفا سميرة سعيد الأيام اللي فاتت كانت رسالة للمطربة الإماراتية أحلام، وكتبت تويتة قالت فيها أغنيتك الأخيرة طلقة أصابت الهدف مبروك. وطبعا أحلام ردت على تويتر سميرة سعيد وكتبت لها تويتة قالت فيها يا حبيبتي أنت يا أستاذتنا ويا تاج فوق الراس ديفا سميرة سعيد. وبعد مشاركتها في برنامج رامز بيلعب بالنار خلال شهر رمضان اللي فات، والإشاعات اللي قالت إنها كانت على علم بالمقلب من قبل التصوير، كتبت سميرة سعيد تويتة عشان تنفي كل الكلام ده تماما. التويتة كانت بتقول ينفي مكتب الفنانة سميرة سعيد كل ما يتردد حول معرفتها بمقلب رامز جلال مسبقا، وكل ما نسب ليها من تصريحات صحفية لا يمت الحقيقة بصلة، أقتضي التوضيح. ومن الأخبار اللي عملت لها سميرة سعيد ريتويت الخبر اللي نشرته مجلة روتانا على موقعها الإلكتروني، وكان عنوانه شاهد الديفا سميرة سعيد بإطلالة مغربية. لو عاوزين تشوفوا كواليس وبروفات مسرحية أهل رمضان خليكم معنا. زي ما عودناكم في عربوت كل يوم جمعة بنشوف آخر الإيفنتس والمهرجانات علشان نشوف إطلالات الفنانات على ريد كاربت. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف من خلال مصمم الازياء العالمي سوشا اللي دايما منورنا، وهنتكلم عن ساندرا بولك اللي كملت 52 سنه من كام يوم. هنتكلم ان سوشا ازاي تقدر تحافظ على جمالها وشياكتها وصحتها وان هي تبان دايما هيلثي وباصغر سن. ايه رايك يا سوشا في الموضوع ده؟ موجود تقريبا عند كل الفنانات في لو نيجي نتكلم على امريكا او الفنانين في العالم كله، اهتمام الشكل واهتمام اللايف ستايل مهم جدا، وده جزء كبير من نجاح اي ممثل او اي ممثله، عشان احنا بنشوفهم بالنور وباللمعه وبالشكل اللي احنا بنشوفه. والشكل مهم جدا، يعني بالنسبه للفنان او الممثل او المطربه او اي حد له ناس بتتابعه وناس بتشوفه، الشكل تقريبا هو نص نجاحه ونص الشهر، عشان بالشكل يا تتقبل يا تبقى مقبول يا ما تبقاش مقبول. اللي عاجبني في حياتها او اللايف ستايل بتاعها ان هي بتحسها عمليه جدا في طريقه حياتها، يعني هي من الناس اللي بتلعب رياضه كتير، ما بتقول انه الدايت القاسي احيانا ما بيجيبش نتيجه، وانا ما بحبش اعمل دايت، بس انا هاكل هيلثي جدا وهلعب رياضه. وطريقه لعبها للرياضه كمان ما بتلعبش كل يوم نفس الرياضه، يعني المره دي بتعمل بتجري، بكره هتلعب كيك بوكسنج، بعد بكره هتعمل، كل مره ليها كوتش معين في حاجه معينه عشان بتحس بتغير. وعلميا بنشوف انه الجسم بيستفاد اكتر، يعني احنا لما بنشوف صورها، احنا بنتكلم احنا بنشوف صورها، مجموعه صور هي بتلعب رياضه هنشوفها واحنا بنتكلم، عشان الناس بتشوف الكلام احنا بنقوله ويشوفه، بس هنا وهي بتمارس رياضه الجري كل يوم، ودي حاجه مقدسه. ودي الحاجه اللي تبقى في فرق بيننا وبين العالم الاجنبي، ان احنا ما بنديش اهتمام لده، احنا بنشوف جسمنا وبنفتكر ان لازم اخس او لازم يبقى شكلي كويس الا لما اجي البس عشان اخرج. صح. بس وانا قاعده قدام السفره ان انا ممكن لو عملت دايت قاسي يبان او ينعكس على وشي او على شكلي، يعني لكن الرياضه طبعا بس الدايت القاسي وحده مش كفايه. صح. الدايت
حتى لو تعمل دايت قاسي بنفس الطريقه جسمك ما بيستفادش. مش هشد جسمي كل مره كل مره, كل مرة لازم تعمل أكيد. وفي كمان ناس تانيه بتستسهل تقول لك لا ما انا اروح اشفط واروح مش عارف ايه اشيل شويه الدهون. في الاخر هقولها برده لازم تلعب رياضه. فهنا هي ما بتمنش بالحاجات دي. هي الست بتلعب رياضه كل يوم اكتر من 4 ساعات تقريبا, بس كل يوم بتلعب رياضه مختلفه عن اللي كمان بيساعد ان هي بتبقى بشكل هيلثي ومديها شكل اصغر في سنها. هم بره عندهم الهس بتاعت بياخدوا برشام فيتامينز, الفيتامين الشعر للبشره لكل حاجه ليها, عندهم اوبسيشن للفيتامينز والادويه بس. وده حتى في محلات بتبيع ده بس الانتي ايجن كتير. ودي الحاجات اللي احنا بنتفرج. طب سوشا معانا كمان دلوقتي صوره وفوتو سيشن كانت عاملاها ساندرا بالك وهي نايمه, بس عايزه نعلق على صوره واعرف منك هل فعلا الفوتوشوب بيكون عامل كبير ان هو ياك الصوره فعلا ليهم كده؟ بس احنا لو نتكلم على الفوتوشوب فعلمنا العربي 50% من الفوتوشوب بيديك الصوره. طب البني إيه ادم مش عارف. هم الامريكان ما بيستعملوش فوتوشوب كتير. هم بيستعملوا فوتوشوب خفيف جدا, فوتوشوب خفيف جدا بس الإضاءة والميك اب وكله ده اللي بيحط الفاليو بتاعت الصورة. أوكي. هنا احنا يعني اتعمدنا ان احنا نحط الصورة دي بعد ما اتكلمنا عن الرياضة عشان نشوف النتيجة اللي هي وصلها لها. هي لو تبص في وشها جدا تحس انه هي مش يعني حلوة لدرجة ان هي تبقى في المكان اللي هي موجودة فيها في امريكا بين الفنانين والقبول اللي عند الناس. هي ست عادية جدا بس اهتمامها بنفسها واهتمامها بجسمها وبكله هي اللي خلاها توصل. حط عليها الاتنشن. وانا مش بتكلم عشان في ستات كتير بيتفرجونا في البيت بيقولوا هي لازم تعمل كده عشان هي فنانة وعشان هي اي واحدة كل نفسها واحدة طبعا أكيد. كل واحدة عايشة ولسه فيها لازم تبقى بالشكل ده في بيتها في حواليها مع اصحابها لما تيجي تلبس. انا شايف انه هي لازم تبقى ستار مع نفسها أكيد. عشان تبقى ده في شويه حاجات يمكن مش متعوده بيها هي, بس لو تبتدي في اول مرحله ليها هتحس انه الحياه لازم يكون فيها دي أكيد. لازم يكون فيها رياضه, لازم يكون فيها فيتامينز, لازم احافظ على البشره وعلى كله لايف ستايل. طب سوشا معانا مجموعه من الصور هنشوف اطلالات للنجمه ساندرا بالك من 2010. بس عاوز اوضح نقطه هنا. احنا هنشوف احنا الاطلالات بكل سنه مختلف على التاني عشان نشوف وناكد انه سنها ما بيبانش وما فيش فرق. لو اوريك صوره من 2011 او 2010 او 2009 تحس كانها معموله دلوقتي. وده السبب وللسبب اللي انا اقول كل اللي هي بتعمله ليه فايده. اللي احنا هنلاحظه في الصوره في ستات كتيره ما بيشوفهاش حلوه, بس لما تيجي تشوف جسمها تيجي تشوف بشرتها وشعرها تحس انه هي ليها كل حاجه مواصفات بتاع بنت صغيرة عندها 20 سنة. ده هنا الفاليو بتاع الموضوع بتاع الحلقة بتاعتنا النهاردة, انه ما فيش فرق بين عندها 30 لغاية ما وصلت 52. وده اللي بتبقى بتدور لكل الست في عالمنا العربي او في العالم اجمع. الصورة دي اللي معانا 2010 لابسة فستان ذهبي. الفستان حلو جدا عليه شغل من فوق, الكتاف مليانة بس تحسوا انه very soft من فوق عشان يبين الوش ويبين الشعر. جايبة شعرها من قدام وعامل ريترو ستايل وعاملين الفرق في النص عشان وشها طويل, فالفرق ده لو جابته في النص هيطول الوش اكتر جايباه على جنب اكتر, ودي حاجة ذكية جدا. الميك اب خفيف, الفستان لونه جدا حلو على بشرتها, انا شايف انه حلو. الفستان من تصميم ازياء المصممة مارتشا ودي مشهورة جدا ودلوقتي بقت الستار بتاعت النجوم. شوف لوك 2011 هو دراس احمر, عايز اعرف رايك في اللوك برضو كله. الفستان الاحمر فستان سامبل فاتحه لما شعرها, انا بحب لما بشوف لما شعرها ملموم بحس انه بيديها شكل اصغر وبيليق على وشها, ما فحاسس انه هنا الميك اب فيري سوفت شكل حلو. بس في ناس بتقول يعني عامله موهك بس موهك على يعني كانه عاملاه في البيت بس شكله حلو. في ناس بتقول وشها طويل مش بيليق عليها. انا شايف هنا في الصوره دي انا شايف انه في الصوره دي لمت الشعر لايقه عليها جدا ومديها شكل اصغر. الفستان القماش التفتم مبين شكل الجسم, الفتحه مكانها حلو جدا. انا دايما بقول نفس الجمله, ما بحبش الصوابع اللي باينه الصوابع باينه من قدام عشان دايما بتدي حاجه حاسه. لو الجزمه كانت مقفوله من قدام هتبقى كلاس وشكلها حلو. هنا انا كنت ممكن احط الجزمه باج مع شنطه سوداء او شنطه نفس لون الفستان. الفستان ده من تصميم فيرا وانج, وفيرا وانج هي يانج ديزاينر عملت حاجات كتير وبحس انه ليها تاثير بديور كبير, و
الفستان حلو يعني، الرابن اللي في النص شكلها حلو. 2012 معانا برضو لوك ليها بدراس ابيض اسود، عايز اعرف رايك في الدراس السوشي. 2012 كانت لابسه فستان الابيض والاسود ده ظهره حلو كتير جدا، وهنا نأكد كمان لمه الشعر بتخلي شكلها بيبقى اصغر واليجنت، واحنا بنشوفها حتى في ايامها العاديه دايما شعرها ملموم يعملها فوق جدا وده، وهنا كمان البساطه في الحاجات، يعني لو هي لابسه فستان زي ده وكانت عمانه عامله شينيون ومش عارف ايه بتحس انه زحمة. هي ذكيه انه حتى نفسها في شكل انك انت دايما بتشوفها صغيره وهيلثي ونايس ومش عارف ايه، والميك اب تقريبا دايما عندها نفس الميك اب، لو تلاحظ بين الميك اب الصوره الاولى والثانيه هتحسهم شبه بعض جدا. الفستان حلو جدا، في شغل في النص في حته شفافه والشغل في النص كله سواروفسكي وبيس، يعني معمول بيس حلوه جدا. الفستان من تصميم مارتشا اللي لبست منها الفستان الذهبي في الاول، وتقريبا هي بتلبس منها كتير عشان انا شفت كذا حاجه في كذا ايفنت موجوده لابسه منه. فستان يعتبر ناجح وده اتكلموا عنه كتير في ايامها في الاوسكار، وكان من الاطلالات اللي كانت ليها حضور وكانت موفقه. انا شايف انه شكل حلو، سامبل ايرنج لابساهم حتى قيمه الفستان مديله شكل حلو. يس كله كان طالما موفق. بيرفكت. نروح ل 2013 وكان عندنا دريس لساندا بارك نيفي بلو. الفستان هو كله شيك كله مشغول، هو دونتال ومعمول عليه تحته بطانه باج، بس باج على كفيه سنه عشان تدي، عشان البلو لو تحط له باج فاتح بيخلي القماش تحس كانها قديمه، بس لما تحط له الباج الغامق الكفيه بيديله شكل اليجنت وشيك. هنا جايبه شعرها، هنا الحاجه اللي مش عجباني انا شخصيا تسريحه الشعر اللي هي لما جايباها على القدام حسيت انه مدي شكل مش حلو، حسيت انه برضو مش لايق على وشها. الميك اب هنا كمان غامق، حاسس انه الميك اب والشعر هنا مش ناجحين، مع انه الفستان من تصميم ازياء الي صعب، وكان وقتها يعني هو كان ملبس تقريبا في الريد كاربت في السنه دي كان ملبس ثلاثه وكانوا الثلاثه شكلهم حلو وكانوا لابسين بطريقه موفقه، وده نجاح منه يعني. اكيد انا شايف ان الفستان حلو جدا، بس الميك اب والشعر حسيت انه كان ممكن يبقى، وهي لمت شعرها بالفستان ده مع كل الشغل اللي فوق حسيت كان هيبقى مور شيك ومور اليجنت وجلامر اكتر. عشان كمان الفستان يعني فيه شغل ممكن. يس. نروح ل 2014 والدرس برضه نيفي بلو، عايزه اعرف ايه. 2014 كانت لابسه فستان ده من الفساتين اللي انا عجبتني جدا ليها. الفستان سامبل ما فيش اي حاجه، هو عباره عن قماش هو معمول حرير سوا، هو سوا ودرابي على جنبه نازل واسع من بيت ازياء الكسندر ماكوين، من الفساتين اللي انا عجباني كان هو اللعب بالقماش، حته القماش اللي ملعوب بيها، ديكولتي من فوق، الشعر اوكي حلو ماشي، الميك اب حسيته لو كان افتح كان ممكن يبقى حلو، بس لما تيجي تشوف جسمها وتيجي تشوف هنا ورقبتها وكله تحس انه مفيش فرق قوي، مفيش فرق بين اول صوره لغايه دي من قريب جدا، وده اللي احنا بنقوله الفيتامين سي للبشره، الرياضه كل يوم، مش لازم تعمل مجهود كبير كل يوم، اعمل حاجه مختلفه حتى لو انت في البيت مش لازم تخرجي، بس الاجتهاد يعني انت لو تمشي في الشارع اللبناني وتشوف كم من الناس جسمهم صح، الناس كلها بترمي على العمليات التجميل وكتر كتر الناس اللي بتعمل عمليات تجميل في لبنان، هو مش ده بس، ناس بتلعب رياضه، ناس عامله مجهود، ناس حابه تعيش وحابه الحياه، فاحنا لو يبقى عندنا ده ودايما لازم يبقى اصغر ولازم يبقى اذكى، خاصه للست المجهود عليها اقوى، هو ذكاء منها انها تعرف تحافظ على شكلها وعلى صحتها. وطريقه الاكل لازم تكون طريقه هيلثي 100%. بس عندنا الثقافه دي يا سوشا مقارنه، هي ابتدت دلوقتي بس ببرنامج زي ده وبحوار زي احنا، لو كل برنامج بيتكلم شويه عن ده هنطور الفكره دي، والشارع لما بيتحسن هيتحسن لينا احنا كلنا، يعني لينا احنا كلنا. نروح كمان للصوره اللي بعدها 2015. هنا 2015 وده كان افتتاح فيلم اللي هي كانت عامله الدوبلاج بتاعت الصوت، بس انا ناسي اسم الفيلم، بس الفيلم كان خد صدى كبير في الكلام ومش عارف ايه، لابسه فستان سامبل وتعمدنا ان احنا يكون الفستان ده موجود، الفستان ده بتاع واحده عندها 20 سنه مثلا، بس بص هي لابساه شوف رجلها عامله ازاي وايديها وكله، تحس انه هنا جسمها ما عندوش سن، هو السن في البطاقه بس مكتوب، وده كله من مجهود اللي احنا بنقوله،
طريقة شعرها حلو، بحب عليها الشعر البني مش الاسود، وده مخلي بشرتها حلوه جدا. هنا طريقه الميك اب حلو، الفستان قصير، والفستان من من تصميم ستيلا ماكارتني، وهي دايما فساتينها قصيره وبتلعب بالقماش. القماش سامبل ما فيش اي حاجه، التول او اللون الاسود جريف اسود. حسيت انه بس حبينا نبين شكل رجليها وشكل ايديها وشكل رقبتها في سنها ده، يعني كل ده ناتج عن الفيتامين سي اللي بتعمله كريمه لجسمها، فيتامين سي اللي بتشربه. كل دي فيتامين سي يا جماعه، وخدوا نصيحه سوشا صدقوني هو عارف. غير الفيتامين سي بتحافظ على، ما بتدخنش، بتلعب رياضه، هو لايف ستايل كامل. لايف ستايل اللي مش قادر ده يعمل لايف كوتش، او يدخل على جوجل كل مره تعمل تجديد لنفسها. وانا بقول انه الحياه بالنسبه لك انت كست عالمنا العربي او اوروبا، لو تبقى فيها لايف ستايل وحياتك منظمه، انت نفسك هتحس انه تبقى احسن، هتحس نفسك. سوشا مش عايز شكله يبقى حلو او صحته تبقى كويسه، ده ما فيش كبر هنا. طالما انت موجوده طبعا، وطالما انت عايشه، ما فيش سن هنا. لو انت حابه تكبري، حتى لو تبقى عندك 20 سنه هتباني كبيره، ولو العكس ده مجهود في ايدك انت. صح، age is only a number. صح يا سوشا، ثانك يا سوشا جدا. وانا بصراحه عن نفسي، ومتاكده المشاهدين كمان عجبهم الموضوع، وان شاء الله الحلقات الجايه نعمل نفس الموضوع بس مع نجوم تانية ان شاء الله. سي جدا ليك يا سوشا. ثانك يو ليك. ودلوقتي نروح نكمل حلقتنا في أقرب وود، استنونا. لو عاوزين تشوفوا كواليس وبروفات مسرحيه اهل رمضان، خليكم معانا. خلال الأيام اللي فاتت كرم مهرجان النخبة للإعلام العربي، واللي بتترأسه الشيخة فاطمة حمود الصباح، نخبة كبيرة جدا من النجوم والفنانين عن أعمالهم الفنية. طبعا كاميرا أقرب وود كانت موجودة أثناء حفل التكريم، وكان لينا عدد كبير من اللقاءات مع النجوم اللي تم تكريمهم. بشكر القائمين على المهرجان طبعا، وانا اعتقد ان دي الفعاليات الاولى لي، ومبسوط ان يعني المهرجانات زي دي محتاجين نعملها في مصر كتير، وما تطلعش بره مصر يعني، وهي اللي ترجع تاني تحتضن الفن وتحتضن المهرجانات الفنيه ومهرجانات الاعلام. وهو الاعلام هو ابو الموضوع كله يعني، هو ابو مهرجانات الدراما وابو مهرجانات الاغاني. والله متشكر لكل القائمين على المهرجان ان هم اخذوا الخطوه دي. الدور كان ضيف شرف، وكلموني كانوا بيقولوا لي احنا عندنا دور ضيف شرف عايزينك تعمله مع الاستاذ محمود عبد العزيز. طبعا مش هتاخر عن الاستاذ محمود، الاستاذ محمود استاذنا كلنا وانا بحبه جدا، هو عارف كده كويس. طبعا تواجد اليوم بهذا المؤتمر، بافتتاح المؤتمر، ان شاء الله يكون تواجد يجي فيه نتائج ايجابيه ان شاء الله. تواجد مهم مع الفنانين والاعلاميين، اكيد اليوم انتم تواجدكم كثير مهم. ان شاء الله رح نحيي هذا الحفل، رح يكون في اغنيه لستات مصر، ورح يكون في مجموعه من الاغاني رح اديها اليوم ان شاء الله. بتمنى هالمهرجانات وهالمؤتمرات تتكرر دائما بكل بلدان العربيه، لنقدر نحن كفنانين وكاعلاميين ومتواجدين بهيدي المرحله نقدر نوصل صوتنا لكل البشر. انا كنت معتقده ان النجاح بتاع زمان اللي احنا كنا بنلاقيه، وان يعني الشوارع تتقفل والشوارع ما يبقاش فيها ناس ساعه المسلسل، انا كنت معتقده ان ده مش هيحصل تاني. يمكن نتيجة اعتقادي ده نتيجة لأنه الحالة الاقتصادية، الحالة النفسية، الحالة السياسية، قلت لا الناس مش للدرجة إنها يعني تبقى متفرغة قوي إنها تشوف عمل وكده يعني. بس فوجئت واندهشت جدا من الأثر اللي عمله المسلسل. حاجة أنا مبسوطة بيها جدا، وحاجة بتشجعني إن أنا يعني دايما اعمل حاجات واحاول ان هي تبقى حاجات كويسه وتعجب الناس. استاذ ايمن بهجت قمر كلمني وقال لي على الموضوع، وانه كاتب الدور مخصوص علشاني. لما قريت الدور حسيت انه فعلا انه شبهي كتير وليه علاقه بالغنى وكده، ف يعني وافقت عليه وخدت كورسات كتير برضو عشان موضوع التمثيل ده، والحمد لله. يعني الحقيقه ان احنا بنتعب جدا جدا، بنصور في الصيف واحنا لابسين شتوي، وفي الشتاء واحنا لابسين صيفي، وبنصور في اماكن بعيده جدا مش ممكن حد يتخيل ان احنا بنروحها. فالحمد لله ان الواحد مجهوده ما راحش على الفاضي، يعني التكريم دي تقدير. يعني ما كنتش ناويه صراحه ان انا اكون موجوده في ثلاث اعمال، بس اول عمل جالي كان الكيف وكنت مضيته، وبعدها جالي الخنكه والمغني، فما قدرتش ارفض ولا محمد منير ولا غاده عبد الرازق. يعني انا من فانز الاثنين. يعني والله انا اتفاجئت برد فعل الناس على الكيف، كان من اول حلقه متشاف جدا وناس كتير قوي كلمتني عليه، وكمان الخنكه. يعني يمكن المغني هو اتظلم شويه او ما اتشافش كويس،
بس العملين التانيين يعني اتشافوا اكتر. تجربة جديدة بالنسبة لي، عمل في السينما ولايت كوميدي، فيلم فيه بيبي صغير، يعني حاجة برضو جديدة. وانا غنيت في الفيلم لان انا اصلا بغني، يعني دي حاجة مش ناس كتير يعرفوها عني غير اللي شافوني في برنامج ستار اكاديمي، فكان اكسبيرينس لطيفة بالنسبة لي. والسينما برضو ليها طعم تاني. يعني انا ما عنديش فكرة صراحة عن الايرادات قوي، يعني ما بسألش على الموضوع ده، بس هو كانت تجربة بالنسبة لي حلوة. ما كنتش هفكر في هتعمل إيرادات ولا مش هتعمل إيرادات. يعني الحقيقة من عادتي إن أنا مثلا كان في 4 مسلسلات في رمضان أنا ما مش عيب إن أنا أقول رفضتهم، بس دي الحقيقة أنا ما شاركتش فيهم، كانوا من ضمن قراءاتي. بس أنا عندي تكسيف، يعني عندي فيلم المفروض، وعندي تكسيف جامد قوي للغنى لأن أنا عندي حفلات جوه مصر وخارج مصر إن شاء الله، تبع سفارات وتبع ويمكن حفلات في الأوبرا، وبصدد تصوير كمان أغنية فيديو كليب. أسرة الكيف أنا أعتقد إن هي موجودة كلها، فان شاء الله يكون تكريم للمسلسل كله ونجاح للعمل كله ذات نفسه. انا كنت مستمتعه جدا بالدور مع الاستاذ احمد خليل بالذات، طبعا نجم كبير، يعني قيمه لما انا اشتغل قدامه، واي مشهد كان بيضيف لي انا. فيمكن هو قالها لي، قال لي انت مريحه في الشغل، ده شابوه على راسي. انا مبسوط جدا، فرحان ان انا واقف قدام الساحر استاذ محمود عبد العزيز، التاريخ الكبير ده، الشخص اللي انا بحبه جدا، ومبسوط جدا ان المسلسل كان عندي مشاكل كتير جدا مع استاذ محمود عبد العزيز، وكان نفسي المسلسل يكبر ويطول، ويعني فرحه كبيره الواحد بيبقى حاسسها يوم بيقف قدام القيمه دي وبيتعلم كل مشهد، فعلا بيتعلم وبتعرف يعني ايه كلمه ان نجم بيطفي بنوره او بسحره على اللي حواليه. مبسوط جدا، انا بتكرم السنه دي على المسلسل بتاع ازمه نسب. الحمد لله انا تعبت قوي فيه وعملت مجهود كبير، فالحمد لله في ناس بتقدر اللي بيحصل ده. بالنسبه لي الدور كان اول مره اعمل حاجه فيها اكشن، وده كويس لان انا بلعب كونغ فو اصلا، فبس قعدت طبعا احضر له 3 شهور قبل ما نبدا. النظام تغذية بقى وتمرين صبح وتمرين ليل والحاجات دي، ده غير المذاكرة اللي هي بتاعت السيناريو اصلا ملهاش دعوة. ده شرف ليا طبعا، والحمد لله يعني ان الناس يعني فاهم التكريم ده حاجة حلوة بصراحة قوي. يعني طبعا ليا شرف ان انا اشتغلت مع النخبة الكبيرة دي، يعني استاذة غادة عبد الرازق، الاستاذ ماجد المصري، استاذ فتحي عبد الوهاب، انتصار، ايهاب فهمي، يعني ليا شرف ان انا اشتغلت معاهم. طبعا انا اللي رشحني الاستاذ محمد جمعة ولي الفضل طبعا، غير طبعا ان انا اشتغلت مع منتجة كبيرة زي الاستاذة مها سليم، فكنت مبسوط يعني الحمد لله، ورد الفعل كويس ان انا بقيت ممثل بالنسبه لهم، فالحمد لله. يعني ليا سنجل لوحدي، وبعد كده مع واما لسه هنصور اغنيه قريب ان شاء الله قبل قبل العيد الكبير بقى، وعندنا حفلات بقى الصيف كلها لغايه العيد الكبير باذن الله. بدا موسم الحفلات الصيفيه في مصر، ومن النجوم اللي اقاموا حفلات خلال الايام اللي فاتت كان السوبر ستار راغب علامه، واللي نظمها وليد منصور، وحضر الحفله عدد كبير من النجوم، منهم الفنانه لقاء سويدان والفنان احمد التهامي وكمان المنتج ايهاب طلعت. كاميرا عرب وود غطت فعاليات الحفل وكان لينا عدد من اللقاءات هنشوفها حالا. احنا دائما وجودي في القاهره هو الحدث الاهم، يعني انا لما اكون موجود بالقاهره والقاهره فيها الايفنتس دول الجميله والكبيره والايفنتس الاقتصاديه المهمه، بنشعر بانه نحن فعلا بام الدنيا وبين اهلنا في مصر وبمكاننا، لاني انا تربيت وعشت في يعني كتير ايام كتيره جدا من حياتي هيدا البلد الجميل وبين اهله الحبيب اللي هم اهلي. راغب النهارده عامل 18 تراك، احنا ساعه ونص غنى النهارده ان شاء الله. راغب مصر بالنسبه له كيس مختلف، هو بيتعامل ان دي بلده الثاني، واحنا بنتعامل مع راغب ان هو مصري خلاص. هو راجع من تور بقاله شهر ما دخلش بيروت من بلد لبلد، فان اول حاجه لما ياخد بريك يبقى عندنا في مصر الحمد لله. يعني احنا هنبتدي اول ايفنت طبعا السيزون بالميجا ستار عمرو دياب. عندنا برضو السنة دي فكرة جديدة، بنعمل حاجة لدنيا سمير غانم، هنعمل شو كامل ليها. عندنا الأستاذة سميرة سعيد، عندنا النجم محمد حمائي، وعندنا حفلة الألبوم بتاعت النجم الكبير تامر حسني، برضو هيبقى إيفنت جديد إن شاء الله. الحمد لله الفيدباك اللي الفيلم عمله، يعني عمرو عارف أكلمني قال لي أنا ما كنتش متوقع إن الفيدباك يبقى سريع، خاصة فيلم جديد معمول بشكل جديد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إيراد قدرنا نعمل إيراد، فيلم ناجح شغال لحد النهارده، كله بيقول لك الفيلم بتاعك ده من العيد للعيد، مصر نصها لسه ما شافتوش، النص التاني داخل عليه، يعني الحمد لله. فالكلام اسمعه طبعا، والنقاد الكبار اللي اتكلموا على الفيلم واللي اتقال على الفيلم
بتخليك تبقى يعني مبسوط ان رهانك الحمد لله والريسك اللي انت دخلته بالميزانيه الكبيره دي ما راحش هبل الحمد لله. بنحضر حاجه للنجم تامر حسني وبدايه السنه بنحضر حاجه برده مع النجم محمد حماقي ان شاء الله اول تجربه ليه. بشكر الصديق اللي جالي راغب علامه انه هيحيي الحفله دي في مصر، هو عارف قد ايه الشعب المصري بيحبه، وطبعا هو وجه مشرف لاي حمله بيكون فيها. انا كنت عامله لها مفاجاه يعني انها تحضر الحفله هنا عشان ابسطها شويه. في مسلسل اسمه اولاد تسعه باذن الله، ده 60 حلقه هيتعرض قبل رمضان، هنصور فيه باذن الله اول الشهر. راغب علامه اخويا وصديق للعيله ليا انا وشيرين، هو ومراته واصدقاء، بقالي فتره ما شفتوش، مبسوط اني اخش اشوفه. كاميرا عرب وود حضرت خلال الايام اللي فاتت بروفات مسرحيه اهل رمضان اللي تتعرض حاليا على مسرح الهرم، ومحققه نجاح جماهيري كبير جدا. كان لينا لقاءات مع صناع ابطال المسرحيه هنشوفها دلوقتي. لما التقيت بالنجم محمد رمضان وراودتنا فكره اعاده المسرح تاني، ولقيناها فكره فعلا يعني جديره ان احنا نقدمها ونهتم بيها، فقلنا يلا. وجات الفكره، الكلام ده كان السنه دي وهو بيصور مسلسل الاسطوره، وبعد النجاح الكبير جدا اللي حققه طبعا مسلسل الاسطوره دخلنا في المسرحيه على طول، كنا محضر لها طبعا من فتره طويله، وبدانا في المسرحيه وعملنا باجتهاد وجد، مش عايز مكان، كان كرو العمل ما كانش بينام، ما كناش بننام، كنا مواصلين الليل بالنهار عشان نطلع عرض زي اللي انت شفتوه ده للجماهير. والحمد لله الموضوع طلع يعني بشكل مرضي للجمهور، بشوف ده طبعا في اراء الناس وهي بتتكلم، يعني الحمد لله عدينا المليون جنيه في اول 10 ايام الحمد لله. النهارده اللي عايز تذكره ب 1000 جنيه وعايز يتفرج على محمد رمضان يدفع 1000 جنيه يتفرج على محمد رمضان، ايه المانع يعني؟ وفي تذاكر ب 50 جنيه وفي اللي ب 100 جنيه، في احنا واخدين كل الشرايح، لان محمد رمضان كنجم هو نجم لكل فصائل المجتمع، فاللي عايز يتفرج عليه الراجل اللي معاه 50 جنيه في جيبه عايز يتفرج، هي يعرف يجي يتفرج على محمد رمضان. محمد على مستوى الشخصي الانساني شخص محترم جدا، وانا ليا الفخر انا بتعامل معاه، واول حاجه بنتجها ليا الفخر انها تبقى للنجم محمد رمضان. فكره البيت الكبير اللي بيضم مجموعه مختلفه من الشباب، كل واحد فيهم مضحوك عليه باسم حاجه، اللي مضحوك عليه باسم المخدرات، اللي مضحوك عليه باسم الشعارات السياسيه، او المتاسلمين اللي هم بيزايدوا على الدين والدين مالوش علاقه بالارهاب بتاعهم، واللي حصله توحد من كتر ما هو بيتفرج على افلام بتغزو الثقافه بتاعتنا وبتحطه في منطقه مش موجوده، فبيلاقي نفسه في الاخر لوحده. عندي النهارده كان اول يوم تصوير فيلم محمد سعد، اخراج سميح النقاش، انتاج وائل عبد الله. انا عندي شعره، معانا النجم الهام شاهين، انا عندي شعره. يوم من الايام بقى بطوله الفنان النجم الكبير محمود حميده والنجم الشاب احمد حاتم. لا حصري الاربود، اتفقنا خلاص امبارح مع الاستاذ محمود حميده وبننسق دلوقتي مواعيد التصوير معاه. اهلا رمضان. الحقيقه اللي عجبني فيها انها مسرحيه فيها كوميديا اجتماعيه راقيه جميله جدا، ما فيهاش اي حاجه من اللي ممكن تاذي الجمهور او مسامع الناس، بتقدم قيمه جميله جدا ان احنا جوانا الخير بس لو دورنا عليه هنلاقيه كويس، وده من خلال كل شخوص المسرحيه الحقيقه يعني. اما بالنسبه للشخصيه اللي انا بلعبها، انا بلعب شخصيه جابر المحامي بتاع احد رجال الاعمال، وفيها يعني شويه شغل حلوين، مش عايز احرق الجمهور عشان الناس تنورنا وتشرفنا. اللي رشحني محمد رمضان، هو شاف مأمون وكده فرشحني، فانا كنت خايفه لان ده اول مره اعمل مسرح، فقالوا لي لا ما تخافيش وتعالي وبتاع، ورحت وعملت بروفات 15 يوم قبل العيد وبس. يعني بصي هي تجربة حلوة بس برضو بتخوف قوي، لان انت الفيدباك في ساعتها، يعني مش هتستني مثلا رمضان، لا انت تستني الفيدباك، هتقولي مثلا الكلمة والناس هتسقف او مش هتسقف او كده، فاهمة؟ فيعني هو مرعبة بس حلوة. الشخصية يعني هي مش روشة قوي، بس هي يعني هالة، اسمها هالة، بس هي اشتراكية يعني. ففي الاخر بقى محمد رمضان هو اللي بيساعدها وبتاع انها تبقى كويسه وترجع تاني انها تبقى بنوته كويسه وبتاع. هي بتتكلم عن مصر، المجتمع كله، الشباب، بتتكلم على الارهابيين، بتتكلم عن يعني كل الطوائف. فبتتكلم على كل حاجه في مصر بتحصل وازاي بقى هو حلها. محمد رمضان بصي شخصيه مش طبيعيه يعني، بجد شخصيه تحفه. يعني انا كنت متخيله ان هو هيبقى كده، يعني فاكراه بقى
يعني سوبر ستار بقى وكده، بس طلع لذيذ قوي في الحقيقه. هو يعني انا ما كنتش مصدقه ان هو رشحني، يعني لو بجد في الحقيقه بيتعامل عادي يعني صحاب، يعني لذيذ قوي. روجينا بعشقها اصلا يعني من زمان، وشيماء صاحبتي، وحسام داغر، وكلنا يعني عارفين بعض من زمان. يعني حسام عملنا مع بعض خطه جيمي، وشيماء عملنا البيوت اسرار مع بعض، فعشان كده صحاب يعني. فمبسوطين. اتعرض عليا مسلسلين وفيلم، بس انا لسه ما قلتش. بص انا رفضت مسلسل للاسف، لان اللي هو السبع بنات بتاع اخراج محمد النقلي، لان انا ما عنديش وقت. يعني في انا يعني انا مفروض مع تامر مرسي، المنتج تامر مرسي، في رمضان الجاي في كذا حاجه، يعني لسه بس يعني ما مضتش يعني. لكن في حاجات كتير، فمش عارفه اعمل السبع بنات دلوقتي. لا، وكمان المسرح كان سبب ان انا ما عرفتش ان انا امضي السبع بنات مع استاذ محمد النقلي، واعتذرت له وكنت متضايقه قوي، عشان كان هو نفسه يعني ابقى معايا، وانا كنت نفسي ابقى معايا، بس ما عرفتش. بعد تجربه بنات سوبرمان، هل طارق صبري شايف ان ممثل كوميدي ناجح؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. مستمرين في لقاءاتنا الجديدة والحصرية في عرب وود، والنهاردة معانا فنان بعد نجاحه في دراما رمضان 2016 بثلاث أعمال. نورنا النهاردة في عرب وود، النهاردة منورنا طارق صبري. طارق ازيك؟ أخبارك؟ نورك إيه؟ وكل سنة وانت طيبين ودايما معاكوا كده، منورنا على طول كده. طارق، عايز في البداية طبعا أبارك لك وألف مبروك على نجاح الثلاث أعمال اللي أنت شاركت فيهم، وابتدي بنات سوبرمان. ايه رايك نبدا بنات سوبرمان؟ مش عايز. لا نبدا. طيب، عايز ابتدي معاك من بنات سوبرمان، وتقول لي الاول مين رشحك للدور. بص، بنات سوبرمان اخراج استاذ حسام علي، وانتاج اي بروديوسرز عبد الله ابو الفتوح، وكتابه كلوك تيمتيشن وكريم حسن بشير. تم ترشيحي للدور عن طريق كاستنج دايركتور اللي هو احمد تمام، وهو يعني حد ذو شأن في السوق يعني في موضوع الكاستنج دايركتور ده. قعدت مع حسام، ما كنتش قابلت انا وحسام قبل كده، ما اشتغلناش سوا يعني، كانت مقابله سريعه كده الاول. هو حسام ما شاء الله عليه يعني شاطر وبيفهم في مفاتيح الممثلين يعني. مجرد ما قعدنا مع بعض كده بدون اي حاجه، بدون ما نقعد على ورق يعني، تمام يعني، قال هنلعب اللعبه دي وبتاع. كان عندي حتى ظروف كده ساعتها، كنت مسافر بره مصر. أوكي. فقابلته على السريع كده، مقابله غريبه قوي، نص ساعه كده في الشارع يعني. وبعدين رجعت بعد ما سافرت. يعني كنت مسافر دبي، بعد ما رجعت قعدنا واشتغلنا على الدور. وكانت مغامره لطيفه جدا، لان انا ما اشتغلتش خالص كوميدي في السوق. لسه كنت اقول لك المسلسل كوميدي، فانت شايف ان الكوميدي لما اتعرض عليك ورحت قابلت حسام، حسيت بايه؟ حسيت ان انبسطت جدا، لان انا لعبت كوميدي في المعهد يعني. مشروع تخرجي حتى كان مسرحيه كوميدي يعني. أوكي. فارس كوميدي كمان يعني، كانت اسمها عفوا اني مؤلف، كانت اخراج دكتور اشرف زكي. أوكي. لكن في السوق كنت محطوط انا كده في تابو يعني معين كده، تمام، المثالي الجد يعني، شكل معين كده يعني بدات فيه في مسلسل الشك واستمريت عليه شويه. فكانت بالنسبه لي ان يجي لي حاجه كوميدي كانت لطيفه جدا، ان انا العب. انا مش موضوع كوميديان، او يعني مش انا ضد اصلا التصنيفات دي يعني. أوكي. بس هو الممثل يلعب اي حاجه عليك لسه جديد عليا في السوق، ومنطقه يعني مش متوقعه للناس. فكانت ده الجديد، والحمد لله يعني التجربه. ده بيخلي في تحدي بينك وبين نفسك، عايز تثبت نفسك، انت اثبتت نفسك في حته، عايز تثبت نفسك في حته جديده عليك. دي احد الحاجات طبعا. وانا شايف ان الممثل دايما المفروض يلعب على المنطقه دي. أوكي. دايما يعني يعمل يعني. انا جالي حاجات السنه دي تشبه كتير حاجات اللي عملتها قبل كده. تمام. رفضتها تماما من بدري، من قبل ما امضي اي حاجه يعني، من قبل ما بنات سوبرمان او اي مسلسل تاني. فكنت حاطط في دماغي كده خطه من السنه اللي فاتت، ان دراما رمضان اللي جايه او حتى في الاوف سيزون مش هشتغل حاجه شبه حاجه قدمتها. وده فعلا حصل السنه دي يعني. كل الشغل اللي انا قدمته الناس الحمد لله مختلف بشكل مختلف، مع فرق الكاركترز من مسلسل للتاني، لكن شكل مختلف عن اللي انا قدمته. اوكي. مبروك طبعا على بنات سوبرمان، وعايز اروح تجربه جديده في الكيف. وعايزك تحكي لي الاول كده، اللي رشحك كنا بنتكلم قبل رمضان، قلت لي استاذ محمد النقلي وهداخل الكيف. مبروك على النجاح طبعا، وقول لي استمتعت بالعمل مع استاذ محمد النقلي ومع استاذ احمد رزق وباسم سمره يعني. التركيبه دي بقى طبعا انا يعني مش يعني شهادتي فيها مجروحه. استاذ محمد النقلي انا بعتبره يعني زي والدي بالظبط.
بدايتي معاه كانت في مسلسل الشك وفي دكتور أمراض نساء وفي ولي العهد يعني كل الحاجات اللي حققت عندي إيكو مع الناس كانت في حاجات في شغل معاه. الكيف كان عمل صعب، عمل تقيل، باخد من قصة فيلم قديم. اشتغلنا عليه من بدري زي ما انت بتقول كده يعني، كنا متكلمين عليه من بدري. أوكي. كان محتاج تجهيز للكاركتر معين، شكل بجسم معين، بفتنس معين، بشكل قدام الكاميرا، مش عارف تاتوهات، مش عارف هو الواد البادي بيلدر، تركيبة الكاركتر نفسها تركيبة معقدة شوية جديدة. أوكي. كان فيها شعراية كده عشان ما تتكرهش قوي، لان هو في الاخر هو ولد يعني بيشتغل الستات وياخد فلوسها ويعني منطقه المفروض تتكره طبعا. وكانت دي الشعره اللي انا يعني ماسكينها كده ومتفقين عليها انا يعني مع استاذ محمد النقلي واستاذ احمد ابو زيد المؤلف، ان هيبقى فيه برضه هو الولد دمه خفيف شويه، لايت شويه، فتبقى بلعه عشان ما تكرهوش عشان الناس ما تكرهوش. لان انت لو عملهولك جد صرف كده هيبقى جيجلو يعني هتبقى شخصيه الناس عندها بتصدق يعني خلاص وبتصدق جدا ده. طبعا. بس هي دي مش دي اللي مخوفاني يعني، ان لان انا ليا رصيد عند الناس، لكن كان اللي مخوفني ان الناس تقفل وهي بتتفرج فما تبقاش حابه تتفرج تاني. ده كان الخوف. أوكي. لكن على الارض لو خلص المسلسل والناس قالت لي اي حاجه ما بيفرقليش، لان ده بيبقى يعني ده نجاح ليك. لكن هي كان الخوف ان الناس تقفل من الكاركتر، خصوصا ان شخصيه وليد ما كانتش موجوده في الفيلم. أوكي. كانت شخصية جديدة. أقول لك هي مش موجودة، هل ده خلاك عندك الموضوع صعب؟ يمكن شخصيات موجودة أنت بتلعب على الشخصية، بتذاكر الشخصية اللي كانت موجودة في الفيلم وبتحاول تغير فيها حاجات، أنت كنت بتبني شخصية جديدة موجودة. هو ميزة وعيب يعني. أوكي. هو صعب واشتغلنا عليه جامد، تعبنا فيه طبعا يعني، لأن هو شخصية يعني أستاذ أحمد أبو زيد عمل شخصية جديدة اللي هو الأخ الثالث ده، وبتراك جديد جدا، مختلف في حتة لوحده كده وجديد حتى في السوق بالنسبة للشخصية دي، حتى يعني ما تلعبتش، أنا ما شفتهاش قبل كده في مسلسل تلعبت بالشكل ده. أوكي. الكاركتر ده يعني دايما كان بيبقى صرف كده، الواد اللي هو الجيجولو اللي بيضحك على الستات ليه شكل كده معين، ده لا كان ولد واخد باله من نفسه يتحب ومش عارف ايه وعامل تاتوهات وبتاعه وعنده إفهات شوية ولطيف ودمه خفيف. أوكي. ويتحب فعلا وبيضحك، ونهايته صعبة برضه في الآخر ان هو وحش، بس يعني بس في الآخر هو شخصية ليه تركيبة معينة كده. أوكي. وفقد الامل خالص في اي حاجه ليها يعني ليها مقاييس قيم يعني اللي كان بيحاول يديها له ابوه اللي هو استاذ احمد فؤاد سليم. فكانت الشخصيه اي نعم احتاجت مجهود، لكن انا كنت بشوفها ميزه ان الشخصيه مش موجوده في الفيلم اصلا، لان الناس ما بقتش مستنيه او بانيه على انها هتقارن. أوكي. او ان احنا شفنا فهنشوف هيعملها ازاي. فهي كانت ميزه وعيب، لكن انا بالنسبه لي يعني لا كانت مميزاتها اكتر، خلت ان الجمهور مستني. اي نعم كان ممكن يتكره جدا. كان ممكن الناس تحس انه دخيل، يقول لك يعني الشخصيه الغريبه اللي داخله مبوظه في الفيلم على فكره. بالظبط. وده كان اول هجوم كان هيحصل عليا. واتهاجمت سنه، بس مش مع بدايه العرض، من قبل العرض لما قالوا ايه ده كمان عاملين شخصيات جديده يعني. لكن لما اتعرض الحمد لله، لا كانت حتى الناس اللي بتهاجم للهجوم، مش بقول ان هي مستنده على حاجه، ابتدت تقول لك بقى على الدور عامل ازاي، بيقول لي بس الدور الدنيا عندك يعني احنا عاجبنا اللاين ده. اوكي. عاجبنا المنطقه اللي بينك وبين لوسي لما هتتجوزوا بعض وحصل المشاكسات اللي في البيت، يعني عاجبهم الخط الدرامي ده. فالحمد لله يعني. المقارنه اصلا انت شايف المقارنه جت في صالح المسلسل ولا ضده؟ خالص. ان ناس كتير لا طبعا ما جتش في صالحه، لان الفيلم يعني مش بقول ان انهي اقوى يعني. أوكي. الفيلم ليه رصيد عند الناس طبعا كبير، والفيلم في الاخر فيلم سينما بممثلين ليهم رصيد كبير جدا. صح. عند الناس. فاحنا مش هنقارن ممثلين بممثلين واتيفر، حتى لو انا بحب فلان وبكره فلان، لكن انا كان نفسي يتبص للمسلسل على انه تجربه زي ما بيحصل بره. احنا بنلاقي بره مثلا فيلم جان وذ ذا ويند، ذهب مع الريح، تلاقي في 100 حد بيعمل الروايه. صح. دي 100 مره ويعملها تفشل او تنجح، بس ما بيتمش الهجوم عليه غير لما بنشوف في العمل تقدم ازاي. أوكي. لا المسلسل عندنا تهاجم قبل ما قبل اي هاجم هجوم يعني شنيع يعني، عايز اقول لك من قبل ما ينزل. أوكي. ولما نزل بدات الناس تبني على حاجات معينه في المسلسل بمقارنات، فطبعا عمرها ما هتبقى في صف الممثلين، مش عشان ده ممثل اقوى او ده احب للناس او لا، بس في رصيد يا جماعه، في فرق رصيد يعني. صح. مش هنقارن يعني محمود عبد العزيز ودكتور ريحان الفخراني
ده بقى لهم 40 صح. يعني عمرك ما هتقارن رصيدهم عند الناس صح. يعني مع احترامي لاحمد رزق بس مش هتقارن رصيدهم عند الناس. لكن انا شفت يعني الناس اجتهدت. احمد رزق عمل لاين مختلف جدا حتى طبعا. من حته لما نقل ما حصلت له السقطه دي وبدا يبقى بتاع فلوس من نص المسلسل شايف وعمل شغل جداً. دراما جدا طبعا. ودور حلو جدا. باسم السمرة عمل يعني عمل شكل جديد عليه وغنى وعمل حاجات اونستيج يعني عمل تركيبه. لو كانت الناس ادت له شويه سماحيه ان هي تتفرج بدون هجوم انا اظن كان الموضوع اختلف. لكن هو العمل في مستوى اخر يعني سيبك من هجوم الـ بتوع الناس اللي في الصناعه. أوكي. بتكلم بقى لما تنزل الشارع ردود الافعال اللي انا بسمعها من الناس كانت بتريحني جدا. يعني الناس في ناس كتير اتبسطت من المسلسل وناس شافته كانوا بيحبوا يشوفوه وكان في عائلات كتير بتشوفه جدا رغم انه كان حصري برضه بس الناس كتير شافته. ما حسيناش بالحصر ده حقيقة. يعني انا ما حسيتش خالص المسلسل كيف انه حصري زي السنه اللي فاتت كاف ولي العهد. فلا انا يعني كان نفسي بس الناس ما تهاجموش. واظن الناس لما هتشوفه في العرض الثاني لما تبقى يعني الدنيا هديت العاصفه هديت شويه بتهيألي الناس هتتفرج عليه وهي يعني مقبله شويه هيفرق عن الناس يعني. مسلسل سبع ارواح بقى عايز اروح المسلسل. شايف ان هو اتظلم في الاول يعني عايز ابتدي. المسلسل كان حصري طبعا على احدى القنوات. شايف ان هو اتظلم المسلسل؟ اه طبعا اتظلم جدا. لان بص هو الحصري يعني في المطلق هو وحش بس انت لما بتنزل على قناه متشافه بكثافه زي اللي كان نازل عليها كيف وبنات سوبرمان ما تقدرش تقول ده لانك مش بتحسه. يعني السنه اللي فاتت برضه كان ولي العهد كان بتاع نفس القناه ما حسيتش بده لان اوريدي هي متشافه نسبه مشاهدتها عاليه جدا من بعد الفطار لغايه السحور. فما كنتش بتحس ان في حد بيشوف حاجه غير القناه دي فمش حاسس بالحصر. سبعة ارواح ورق قوي جدا. ده هي محمد سيد بشير عامل ورق في اول تجربه ليه وهو جاي على فكره بقوه جدا. يعني انا شايف ان هو مش يعني هيبقى من اهم المؤلفين في الدراما وفي السينما. عمل ورق قوي جدا. ما تبقاش قاعد شايف الحلقه متوقع ايه اللي هيحصل الحلقه اللي جايه. طارق رفعت في اول تجربه اخراجيه ليه عمل مسلسل قوي. عمل ايقاع حلو وعمل كوتشنج الممثلين كويس. الممثلين كلها طلعت بشكل كويس. خالد النابو عمل دور جديد عليه جدا. اير نصار عمل انا شايفه من اكتر الادوار اللي حبيتها لي كاركتر مختلف جديد. رانيا يوسف كل الناس حمزه العيل وليد فواز يعني كل الناس كانت عامله ادوار كويسه. مسلسل قوي بس اتحط بقى على قناه حصري بس مش متشافه اوكي بكثافه. ويمكن ده لان برضو كانت القناه عندهم نقله كده. هم كانوا يعني كانوا نيوز ونقلوا للدراما شكل شويه ونقلوا لشكل تاني. كان التوقيت متاخر أوكي. يعني كانت النقله على بدايه رمضان فملحقش حتى المشاهد يعني يتعود ان هو يقلب بالريموت يروح القناه دي. ف يعني اتمنى في العرض التاني في ريران يبقى الموضوع مختلف لان المسلسل حلو جدا. الناس اللي شافته اتفرجت عليه كامل كانت بتقول لي يعني احنا من تاني حلقه خلاص بقى ميعاد ثابت عندنا لازم نتفرج عليه. هو اتظلم ان الناس اللي ما شافتوش من اوله خلاص بقى قال لك بعد رمضان اشوف مش هيكمل فما تشافش كويس عشان كده. حتى جوه يعني النقاد الناس اتكلمت عن المسلسل كويس جدا 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 اتفرجت عليه اشادوا بالمسلسل. لا هو مسلسل حلو ورقه حلو جدا طالع حلو على الشاشه. انا عامل فيه كاركتر دكتور امجد ده مختلف يعني كل اللي اتفرج عليه قال لي يعني كنت عامل الولد الجان اللي اتاثر اللي حب البنت اللي قدامنا هي رانيا يوسف بشكل جديد وده أوكي. يرجع برضو للمخرج الشاطر والورق اللي كاتب لك يعني كاركتر محفور كويس فهتطلع بالشكل ده. وشكله حتى كان مختلف. كنت مربي دوجلاس كده ومش عارف وعامل ولابس نظاره يعني شكله كان مختلف كان تيب مختلف لكن تحب الكاركتر. اتمنى انه يتشاف كويس المسلسل ده. المسلسل ده حلو ان شاء الله. المسلسلات المهمه يعني. طارق قول لي بعد ما شاء الله النجاحات اللي حققتها السنه دي والسنه كمان اللي قبليها قول لي الخطوه الجايه فين يعني انت ناوي على ايه؟ بص طبعا يعني سنه عن سنه الموضوع بيختلف أكيد. او مش هنقول سنه عن سنه كل ما بتوصل لحته معينه عند الناس بيبقى الموضوع اصعب. لازم اختياراتك تبقى يعني دقيقه شويه طبعا لان الناس بتبقى مستنيه يعني. السنه دي يعني الحمد لله ربنا وفقني وعملت رصيد عند الناس كويس. شافوني في اكتر من حاجه بداوا يستنوني في حاجات معينه. اللي جاي هيفضل عندي عنوان رئيسي اللي هو دايما هشتغل انا كممثل الحاجه اللي يعني
اللي تعجبني كممثل او ان انا شايف ان الناس مستنياها او مستنيين يشوفوني فيها. أوكي. ده العنوان العام بغض النظر عن ايه اللي هعمله، عن ايه اللي هعمله، او ان انا لازم ابقى موجود في السيزون. أوكي. او لازم ابقى موجود سينما فاعمل اي حاجه عشان موجود سينما. يعني عمري ما هندفع. انت مخاصم السينما شويه؟ لا ما اعرفش ليه. لا مش مخاصمه يعني، هي بس انا جبان شويه في موضوع السينما ده. أوكي. يعني بس اكيد بيتعرض عليك الايام اللي فاتت دي حاجات وتعرض ورق كتير، بس انت حقيقي. لسه خايف لان السينما يعني بص في مبدا كده، ده مبدا سوق ملوش علاقه بالفنيات يعني. أوكي. ان الفيديو غلطته ممكن تعدي شويه يعني، انت ممكن تبقى عامل كاركتر قوي في وسط عمل مش قوي فالدنيا تعدي، ممكن تبقى العمل قوي جدا انت يعني ما وفقتش شويه في الدور او في العمل ككل ما يبوظش رصيدك لان انت عندك يعني رصيد تراكمي عند الناس. اوكي. السينما مش كده، السينما مشكلتها ان الناس بتجيلك مخصوص، فلو انت نزلت سينما وياما اكثرهم يعني قدامك في هتلاقي نجوم كتير في الفيديو طبعا، مش نجم شباك. وده مش بيقلل منه، لكن هي كده، هي تقسيمه كده بتاعت ربنا يعني. أوكي. ان وبتعتمد على ذكائك برضه يعني هتستفيد انت بالتقسيمه دي ازاي، ان انت لو رحت عملت حاجه في السينما والناس جات لك، ان الناس لازم تعتمد ان ما دام جات لك وعملت حاجه طليق بالناس هتجي لك تاني. لو ما حصلش او ما حققتش دي بقى ليها عوامل كتير، سواء الفيلم وحش سواء الايرادات ما حصلتش فالشباك قال ان الفيلم ما جابش ايرادات، انت كان دورك كويس بس الفيلم على بعضه ما كانش حلو فاتظلمت مع بقيه عوامل الفيلم، لو اي حاجه من دي حصلت انت اتحطيت في حته تانية صعب الخروج منها غير بعد فتره. معادله صعبه برضو شويه، خلي بالك معادله صعبه جدا. فانا يعني مش مخصص السينما ولا حاجه، بالعكس اللي بيجي لي حاجه بقراها. وانا من النوع اللي بقرا، انا بقرا حاجات لاصحابي يعني مؤلفين اصحابي او مثلا حد ممثلين بيبقوا رافعين حاجه بيخلوني يعني بالعكس بحب القرايه، فبيجي لي حاجات ما برفضش من باب الرفض، لا بعرف مين الكاست وبقرا، بتبقى في حاجات قيمه جدا كورق، لكن بيبقى عندي دايما في عامل واقع يعني. عامل مخرج، عامل شركة الإنتاج، عامل في الكاست، الدور شبه حاجة مقدمها في فيش جديد، فالناس يعني مش هتحس إنها جات عملت حاجة، فجبان أنا في الحتة دي فعلا، أنا بعترف ده يعني في حاجة بتكتب ربنا يسهل يعني. قول لنا بقى في الآخر عواملها يعني قبل ما نخلص ونقفل، قول لنا حاجة يعني حاجة حصر كده للبرنامج. بص في حاجة يعني في الكتابة دلوقتي. أوكي. مش هقدر اقول تفاصيلها اظن، بس خلاص ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني هو ده يعني كان العامل الوحيد اللي مستنيينه يعني، اكتملت كل العوامل بس لسه هنشوف الورق هيبقى شكله يعني يطلع بطبخه كويسه يعني ان شاء الله. لكن الشركه محترمه ومع نجم كبير ومخرج محترم جدا والدور جديد جدا يعني. أوكي. الناس ما شافتنيش فيه قبل كده، مستنيين بس الموضوع يكتمل يعني، لو اكتمل في غضون ايام ان شاء الله هنقول لكم اول ناس، ما تقلقش يعني. التوفيق طبعا يا طارق، وان شاء الله تكسر الدنيا في السينما زي ما حققت نجاح كبير في الدراما، ان شاء الله تكسر الدنيا في السينما وتنورنا بقى تاني وتالت ورابع. ده البيت بتاعنا، تعالى اي حد معدي تعدى علينا. بالظبط حبيبي يا طارق، نورتنا طبعا، بالتوفيق دايما يا رب. ربنا يخليك. كده بيكون خلص لقائنا طبعا مع النجم الجميل طارق صبري، وبتكون خلصت حلقتنا، وما تنسوش تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام وتويتر. من هنا لبكره هتوحشوني، باي باي.